السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في المحاضرات المسجلة لمساق هندسة البرمجيات تخصص الحوسبة النقالة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الإسراء غزة. اليوم إن شاء الله رح نبدأ بأول شابتر في المادة، عبارة عن introduction لمجموعة من المفاهيم الأساسية في علم هندسة البرمجيات. topics اللي راح نغطيها في هذا الشابتر، firstly حنتكلم عن professional software development، حنشوف شو يعني software engineering، شو ال attributes of good software، حنشوف شو ال challenges اللي بتواجه software engineering، والكثير من الكونسبتس الأساسية المتعلقة بهذا المجال. كمان حنشوف الإثكس، الإثكس اللي هي يعني introduction أو brief introduction to ethical issues that affect software engineering. يعني أنت كمبرمج أو كمهندس برمجيات موجود في تيم، موجود في مؤسسة، شو الإثيكال إيشوز اللي بتأثر على شغلك وبالمقابل أنت لازم تكون تتحلى فيها كمهندس برمجيات، something general يعني. في عندنا كمان case studies، حناخد ممكن واحدة أو إذا لقيت الوقت يعني بمشي بسرعة بالسكشنين اللي قبل ممكن أخليها اللي هي قراءة أنت تقرأوها وتستفيدوا منها من نفسكم يعني. حنبدأ أول حاجة brief introduction، إنه طبعاً زي ما أنتم شايفين softwares في كل مكان، على أجهزة الحواسيب الشخصية عندكم في software، في عندكم word، في عندكم إيميلاتكم، في عندكم الويب-based application، بتفتحوا موقع الجامعة بتسجلوا وتضيفوا بتحذفوا، السوفتوير موجود في البنوك، إيداع، سحب، استعلام عن رصيد، موجود محطوط على اللي هو الصراف الآلي الATM، موجود في المستشفيات، موجود في الصيدليات، فهو السوفتوير يعني exists everywhere. طبعاً يعني هذا الحال في عنا إحنا، وإحنا دولة مش كتير متقدمة، فتخيلوا الموضوع بالنسبة لل developed nations كيف الوضع حيكون. فال economies of all developed nations are dependent on software، يعني اقتصاد الدول المتقدمة بيعتمد بشكل أساسي على صناعة السوفتوير. يعني كتير من العوائد المالية للدول المتقدمة هاي بتكون جاية من اللي هو تجارة أو من تطوير البرمجيات، سواء بيع سواء إنتاج. طبعاً more and more systems are software controlled، زي ما حكيت لكم السوفتوير مش ضروري يكون pure software، يعني في مثلاً الوورد إنه خلاص برنامج قائم بحد ذاته، بتنزلوا على هالبي سي بصير بيعمل وورد بروسيسنج، لكن في عندي هاردوير بيتحكم فيها سوفتوير. ف انه يعني بطل مقتصر السوفتوير انه ستاندالون، لانه بيكون في بيكون بيتحكم باذر سيستمز، زي مثلا زي ما حكيت لكم الاي تي ام هي هاردوير، انت بتتعامل مع جهاز بس اللي بيمشي هذا الجهاز أو بيديره هو عبارة عن software. أوكي، فمن هذه الأهمية أو من زي ما نحكي اللي هو إنه يعني اعتمادية اقتصادية البلاد على software وإنها منتشرة في كل مكان، كان لازم في يكون عندي علم أو يكون في عندي something يعمل organize لعملية إنتاج السوفتوير. فمن هم طلعت السوفتوير engineering، فهي concerned with theories, methods and tools for a professional software development. فالسوفتوير engineering بتهتم بثلاث اتجاهات: الثيوريز النظريات، الميثودز الطرق،
التولز الأدوات اللي بستخدمها في إنتاج البرمجية. فإحنا خلال الكورس هذا حنتعلم مجموعة من الميثودولوجيز أو من المودلز تستخدم في صناعة البرمجيات، منها الووترفول ومنها الإنكريمنتال والسبايرال. طبعاً هذا كلام مش نظري، يعني أنت لما تروح بكرة تشتغل في شركة ما، سواء ويب ديفلوبر أو موبايل ديفلوبر، راح تلاقي الشركة بتتبع منهجية من هاي المنهجيات. فلازم يكون عندك علم هاي المنهجية أو هاي الميثودولوجي كيف بتشتغل، عشان أنت تعرف تمشي حالك مع التيم اللي أنت موجود فيه. أوكي، طبعاً زي ما حكينا إنه مجموعة من الثيريز، طبعاً إحنا هان مش هندرس كتير ثيريز أو مش هناخد كتير جانب ثيوري، بس هاي الثيوري بتتعلق بالتنظيم وبتتعلق بالإدارة. Expenditures on software represent a significant factor of GNP in all development countries. بنرجع وبنأكد إنه الإنفاق أو الصرف على قطاع السوفتوير في الدول المتقدمة بيمثل significant factor، اللي هو عامل أساسي أو جزء أساسي من الجروس ناشونال برودكت، اللي هو إجمالي الناتج القومي لهذا البلد. فالموضوع يعني هو بين الإيكونومي وبين السوفتوير إنجينيرينج، إنه لأنها مهمة من ناحية اقتصاد فصار لازم في طريقة ما تنظم اللي هو تطوير البرمجيات. أوكي، الـ software costs اللي هو تكلفة الـ software. الـ software costs often dominate الـ computer system cost. بمعنى أنت بتشتري الـ PC تبعك، تشتري بـ features معينة أو بـ specification معينة، الرام كذا، الـ hard disk كذا، الـ CPU سرعته كذا. لكن لو أنت بتشتغل على licensed softwares، I'm sure إنها حتكون cost إنك تنزل هاي البرامج على لابتوبك اللي جبته بالسعر الفلاني حتكون أعلى. So the cost of software dominate، يعني تفوق the computer system cost، بتفوق اللي هي يعني سعر الهاردوير اللي هي محطوطة عليه أصلاً. The cost of software on PC are often greater than the hardware cost. زي ما حكينا إنها بتكون أكتر منها. أوكي، هذا فيما يتعلق بجانب مجرد شراء السوفتوير وتنزيله على سواء على PC أو سواء على الماشين اللي بده يشتغل عليها. في كمان cost تانية غير cost شراء هذا السوفتوير، اللي هي الـ maintenance. Software costs more to maintain than it does to develop. بمعنى من ناحية maintenance، مش maintenance يعني تصليح أو صيانة، تصلح سيارة أو تصلح آلة خربت معك، لا، الـ maintenance هاني بنعني فيها التطوير، الـ evolution. So الـ cost الـ evolution أو الـ maintenance بتكون أغلى من cost الـ development نفسها على المدى الطويل. For systems with a long life, maintenance cost may be several times of development costs. يعني بتجيب الـ software بتحط عندك في الـ enterprise تبعتك أو في الـ company عندك، بضل عندك طبعاً هذا المنتج أو هذا البرودكت، السوفتوير برودكت، سنوات. بس لما بدك طبعاً مع تطور الوقت ومع تطور طلباتك أنت وتغيرها، بصير عندك بدك إضافات أو تعديلات على السيستم هذا. لما تيجي تطلب من التيم اللي عمل لك هذا السوفتوير، أكيد حيطلب فلوس مقابل المينتيننس أو الإيفولوشن. So على المدى الطويل ممكن تكون الـ maintenance cost أعلى من الـ development cost. فالـ software engineering is concerned with cost effective software development.
يعني انت بدك تسيستم حالك كسوفت وير انجينير انك تعمل البروجرام المطلوب منك او السوفت وير المطلوب منك بطريقه كوست افكتيف، يعني ما تصرف فلوس كتير، يعني تكون زي ما نحكي صادق مع الزبون، تحط يعني ما تضيع فلوسه على الفاضي وما تضيع برضو تعبك على الفاضي. فالهدف من الـ software engineering انها تضبط البادجت بحيث انه تخلص من عملية انتاج هذا السوفتوير بطريقة تكون cost effective، تكون البادجت under your control. اوكي، نيجي نتكلم عن السوفتوير برودكتس، تقسيمات او انواع السوفتوير. طبعا في عندنا generic product، في عندنا customized product. what we mean with generic products اللي هي المنتجات، خلينا نحكي التجارية او العامة، هاي النوع من البرودكتس الشركة بتكون خلص هي بتكون شركة من الشركات الرائدة في صناعة البرمجيات، بتكون بناء على حاجة السوق او دراسة طلبات الزبائن طلعت بفكرة برودكت معين او سوفت وير معين هي متأكدة انه حيكون له سوق لما ينزل. فهي standalone systems that are marketed and sold to any customer who is wishes to buy them. ما إلها target معين أو ما إلها زبون معين، لا، هي نزلة لكل الناس، بنعمل لها تسويق لكل الناس. أقرب مثال الوورد. الوورد ما نعمل لناس معينين، الوورد كل الأمة بتستخدمه، كل الناس على اختلاف مكاناتهم بتستخدمه. من الأمثلة البي سي سوفتوير زي الجرافيكس بروجرامز، البروجكت مانجمنت تولز اللي هي من مايكروسوفت، الكاد سوفتوير، أي منتج موجه للناس بشكل عام بدون ديديكيتد كاستمر هي بتكون جينيريك برودكت. الكاستمايزد برودكت اللي هي من اسمها مخصصة، يعني أنا بيكون عندي مشكلة بروح لتيم بحكي لهم إنه أنا يا جماعة في عندي المشكلة الفلانية بدي تحلوا لي إياها باستخدام برمجية معينة. So هي software that is commissioned by a specific customer to meet their own needs. يعني هي مدفوعة من كاستمر معين عشان أحقق له needs معينة اللي هي احتياجات معينة. أي نظام شركة طلبته من team فهو customized. مثال هان embedded control systems، air traffic control software، traffic monitoring system. يعني مثلا لو شركة طيران معينة في عندها حاجة لsoftware ينظم لها عملية الحجوزات، فهذا customized product. اوكي، في عندنا البرودكت سبيسيفيكيشن. ايش يعني البرودكت سبيسيفيكيشن؟ اللي هو المواصفات للبرودكت، او خلينا نحكي اللي هي يعني متطلبات البرودكت هذا. هلا في الجينيريك برودكت اكيد مين اللي بيطلب السبيسيفيكيشن او بيحدد الاحتياجات؟ اكيد الشركه اللي طلعت هذا البرودكت هي اللي بتحكي شو حيكون شكل البرودكت او شو حتكون الفانكشناليتي اوف ذا برودكت. سو ذا سبيسيفيكيشن اوف وات ذا سوفت وير شود دو، ايش حيعمل هذا السوفت وير، از اوند باي ذا سوفت وير ديفلوبر. يعني اكيد جايه من قناعات software developer اللي عمله. And decision on software change are made by the developer. وفي حال بده يعدل أو يغير برضه هو اللي مسؤول عن هاي التغييرات. ال customized product المخصصة أكيد ال specification وال requirement جاي من مين؟ من ال customer. فال specification is owned by the customer with decision also هو المسؤول عن أي تغييرات في النظام. ف
فهذا الفرق بين specification من وين جاية وشو تعريف two types of software products. فيها لعنا شوية facts اللي هي frequently asked question about software engineering. أكيد الكل بيسأل إيش يعني software، شو الattribute للgood software، إيش software engineering، إيش fundamentals للsoftware engineering أو الactivities، إيش difference between software engineering والcomputer science، بين software engineering والsystem engineering. طبعاً هاي البارت هاد والبارت هاد والبارت هاد حنفصلهم بسلايدز. السوفتوير هاني بنعني فيها أي بروجرام بلس الدوكيومنتيشن تبعه. فالسوفتوير عبارة عن كمبيوتر بروجرام and associated documentation. زي ما حكينا السوفتوير ممكن يكون developed for a particular customer أو for a general market. يعني السوفتوير ممكن يكون موجه لزبون معين أو للسوق العام. So, طب what is the difference between software engineering والcomputer science? Computer science focused on theory and fundamentals. غالباً علوم الحاسوب بتكون شوي بيور نظرية. بينما السوفتوير engineering is concerned with the part the practicing of developing and delivering useful software. فهو بميل للجانب العملي لأنه أنت بدك تسقط النظريات على شغلك أنت كمبرمج وكمطور وكمصمم وكتستر. فهي الفرق بينهم. Somewhere computer science is theoretical and software engineering is practical. What is the difference between software engineering and system engineering? أعتقد من اسم النوع مبين يعني شو الفرق. Software engineering is dedicated يعني for software، يعني أنت بس بتعمل software. كل هدفك من العملية البروسيس هاي إنك تطلع بـ software product. لكن system engineer لا، انت بتصمم سيستم from A to Z، ممكن يكون عبارة عن hardware plus software plus something related to its process. System engineering is concerned with all aspects of computer-based system، جميع النواحي including الhardware والsoftware والprocess. Software engineering is part of this more general process. زي ما حكيت لكم السوفتوير جزء من السيستم، لأنه في السيستم انجينيرينج أنت قاعد بتعمل تكامل أو integration between السوفتوير والهاردوير، بدك تطلع ببرودكت كامل بيعمل الفانكشناليتي من كل النواحي. لكن السوفتوير جزء من السيستم انجينيرينج. طبعاً الكي تشالنجز حنحكي عنها وحنحكي عن الكوست، بس هاني بشكل عام الكوست عبارة أو رفلي 60% من الكوست تيجي بالديفلوبمنت كوست. وانت قاعد بتعمل البرنامج بيكون التكلفة التوتال 60% منها رايح للديفلوبمنت، 40% رايح منها للتستينج والإيفولوشن والمينتيننس. بعدين بدنا نعرف شو أنسب ميثود وأنسب تكنيك أستخدمها، وشو أحدثت الويب على السوفتوير إنجينيرينج. هذه كلها يعني هذه تساؤلات إحنا حنجيب عنها بالسلايدز القادمة، فعشان هيك أنا حكيت عنها بشكل سريع. أوكي، حنبدأ باللي هو الاسنشال اتريبيوت اوف جود سوفتوير، يعني ما هي خصائص، ما هي مميزات، أو ما هي سمات الجود سوفتوير.
في عندي 4 خصائص أو 4 كاركترستيك لازم تكون موجودة في كل سوفتوير أنت بتعمله: maintainability, dependability and security, efficiency والacceptability. هلأ بالmaintainability، إيش معنى maintainability؟ زي ما حكيت لكم، السيستم وأنت بتعمل فيه تكون مصممه بشكل يقبل التطوير والإضافة عليه، بمعنى إنه السيستم عندي مش بلوك أسلمه يضل مسكر ما في حدا بيقدر يفتحه أو يعدل عليه. لا، السيستم إذا اليوزر طلع له ريكويرمنت جديدة، طلع له سبيسيفيكيشن جديدة، يقدر يعدل ويغير عليه. ف ال maintainability means software should be written in such a way so that it can evolve to meet the changing needs of customer. يعني يكون مكتوب بطريقة تسمح إنه يتطور حسب تغيرات ال customer requirement أو needs. طبعاً إذا سلمت أنت المشروع للشركة أو للمؤسسة EXE، ما حدا حيقدر لا يفوت على كود ولا ممكن، يا انت يعني اذا انت بدك تضلك معهم في المينتيننس يكون الكود عندك فانت تضيف عليه، يا اما اذا بدك تسلمه للشركة وغالبا بتم تسليمه بتكون كاتبه بطريقة كلين وبتكون كاتبه بطريقة كلير، بحيث الفريق المينتيننس او فريق الايفولوشن اللي عندهم يكون قادر على تطوير السيستم بدون اي مشاكل. اوكي، في عندي dependability و security. dependable يعني بدك السيستم يكون عندك يعتمد عليه، مش من اي كراش يقع، يعني بده يكون السيستم includes a range of characteristics، انه يكون reliable، يكون secure ويكون safety. ف زي ما حكيت لكم dependability إنه not cause physical or economical damage in the event of system failure، يعني إذا السيستم وقع يعني ما تصير مشكلة أو إنه إلى حد ما يكون قادر على إنه يعمل الفانكشناليتي تبعته. Security زي ما حكيت، زي ما بتعرفوا إنه يكون البيانات محمية، يكون فقط صاحب الصلاحية هو اللي بيستطيع يفوت على الداتا يشوفها يعدل عليها. هاي طرقها كتير، ممكن عن طريق التشفير الانكريبشن، عن طريق البروتكشن بالباسوردز، او عن طريق البريفيليج اللي هي الصلاحيات. فلازم السيستم يكون عندي ديبندبل وسكيور زي ما حكيت لكم، يعني ما بيقعش بسهولة، واذا وقع مش كتير يعمل لي مشاكل فيزيكال ومشاكل إيكونوميكال، ويكون سيكيور مش سهل إنه يصير فيه دمج أو يصير إنه أي حدا يعمل أكسس عليه. الإفشنسي اللي هي إنه استخدامه للريسورسز يكون بشكل إفشنت، بمعنى software should not make wasteful use of system resources مثل الميموري والبروسيسور سايكل. يعني لما بده يشتغل هذا السيستم او هذا سوري الابليكيشن على الجهاز، ما يتعب الجهاز ويستخدم الريسورسز بشكل مهلك، يعني يكون خفيف او يكون يعني البروسيسنج تايم تبعه معقول، يكون الميموري يوتيلايزيشن تبعه معقول، مش عبء على الجهاز اللي هو محطوط فيه، مش تقيل، بمعنى مش تقيل. اوكي، الاكسبتابيليتي معناها القبول، يعني قديش السوفت وير تبعك مقبول. software must be acceptable to the type of users for which it is designed. يعني انت عامل السوفتوير هاد لزباين معينين لازم يحوز على قبولهم، لازم يكون من ناحية
ألوان يكون تمام، من ناحية ديزاين يكون تمام، من ناحية حتى سهولة الاستخدام يكون تمام. فبدك تضمن إنه اليوزرز راضين satisfied with your software. This means that it must be understandable، سهل فهمين هم إيش هاي الواجهة بتعمل، إيش هاي الواجهة بتطلع. Usable، سهل الاستخدام. And compatible with other، sorry، with other systems that they use. يعني إذا هو موبايل أبليكيشن يمشي على كذا فيرجن، إذا هو ديسكتوب أبليكيشن يمشي على كذا أو أس، يكون في عندي compatibility مع السيستمز اللي محتمل اليوزرز يشغل عليهم هذا السوفتوير. طيب هيك بشكل عام أخذنا يعني نبذة سريعة عن الأتريبيوتس، أخذنا عن أهمية السوفتوير، عن أنواع السوفتوير. طب شو السوفتوير إنجينيرينج، شو تعريفها أو شو هي؟ فحكينا اللي هي عبارة عن ديسبلين، علم ذات is concerned with all aspects of software production from the early stages of system specification through the maintaining the system after it has gone into use. بمعنى هو علم بيهتم بكل مراحل إنتاج السوفتوير، من المراحل الأولى الـ early stages اللي هي requirement gathering لـ maintaining أو evolution اللي هو تطوير النظام بعد ما اليوزر use it استخدمه. فهو بيعنى بالمراحل الأولى لا المراحل المتقدمة، سواء كان تجمع requirement، سواء كان تعمل design، تعمل coding، تعمل testing، تعمل evolution أو maintenance. فهان هي زي ما حكيت لكم engineering discipline، بمعنى انك انت بدك تطبق الثيوري والميثودز عشان تحل المشكلات اللي بتطلع لك او اثناء development لهذا البروسيس. فهو هندسي ليش؟ لأنه أنت بدك تسقط النظريات الهندسية والميثودز الميثودولوجيز الهندسية على تصميمك أو على إنتاجك لكود، يعني بالآخر هو كود. طبعاً أخذاً بعين الاعتبار الأورجانيزيشنال والفاينانشال كونسترينت، إذا في عندك قيود مالية أو مؤسساتية. طبعا زي ما حكينا انه all aspects of software هو ما بيعتني ببارت معين او بستيج معين، لا not just technical process of development. حكينا مش بيعتني بالكودينج بس، هو بيعتني بالother sides of production process. يعني في عندك البروجكت مانجمنت، في عندك الديفلوبمنت اوف تولز وميثودز تو سبورت السوفتوير برودكشن. ما هو بالآخر في جانب خلينا نحكي غير التقني، غير جانب البرمجة، في جوانب أخرى. في عندك البروجكت مانجمنت من ناحية مال، من ناحية وقت، من ناحية تيم. فهذه كلها الاعتبارات لازم تكون متخذة بعين الاعتبار وأنتم بتنفذوا أي سوفتوير. اوكي الـ importance of software engineering ليش مهمة؟ more and more individual and society rely on advanced software system. We need to be able to produce reliable and trustworthy system economically and quickly. طبعا زي ما حكينا بالمقدمة software بتمس الناس الـ individual و society، أفراد ومجتمعات. يعني بالآخر السوفتوير مقدم لكل العالم. فالهدف إنه إحنا من السوفتوير إنجينيرينج إنه ننظم عملية الإنتاج
عشان نعمل برودكتات تكون ريليبل وتراست وورثي. اوكي، it is usually cheaper in the long run to use software engineering method and techniques for software system rather than just write the program as if it was a personal programming project. طبعا إشي مخطط إله وإشي محسوب step by step أكيد حيكون cheaper من إنك تيجي عطول تبلش تعمل له programming كأنه برنامج شخصي للاستخدام الشخصي، كأنه personal programming project. فاتعب في عملية التخطيط للسوفتوير، هذا بيخلي الموضوع كلفته أقل على المدى الطويل، لأنه بدون تخطيط عملية الإنتاج رح تتعرض لكثير من المشاكل وحتكلفك مبالغ قد تكون مبالغ فيها. وهذه يعني هذه كانت في قبل 68 كانت كتير مشاريع ضخمة فشلت بسبب سوء التخطيط إلها، وهذا أصلاً اللي طلع مفهوم software engineering. software process activities، شو اللي هم الاكتيفيتيز الموجودين عندنا؟ في اعتقد هاي السلايد انتم بتعرفوها. في عندي السوفت وير سبيسيفيكيشن اللي هي تحديد المتطلبات. الكاستمر اند انجينيرز ديفاين ذا سوفت وير ذات از تو بي برودوسد اند كونسترينت اون اتس اوبريشن. بيعرفوا شو المتطلبات وشو القيود على هذا السوفت وير. السوفت وير ديفلوبمنت مرحلة اللي هو الديزاين والاناليسز والامبليمنتيشن، كلها بتيجي بمرحلة الديفلوبمنت. السوفتوير فاليديشن، where software is checked to ensure that it is what the customer requires. هذه المرحلة بنحط السوفتوير عشان يكون قيد الاستخدام ونشوف هل حقق رغبات الكاستمرز ولا لا. والإيفولوشن اللي هي where the software is modified to reflect changing customer and market requirements. بصير هان في طلب لتغيير بعض الشغلات أو اليونتس في السوفتوير عشان تتجاوب مع تغير requirements تبعت الكاستمر والماركت. تمام، هلأ في issues بتأثر على السوفتوير. General issues that affect software، شوية مسائل أو قضايا أو إشكاليات بتتعب software engineering. أول واحدة الheterogeneity اللي هي الاختلاف. طبعاً السيستمز اللي أنتوا بتعملوها أو السوفتوير اللي أنتوا بتعملوها أكيد بتشتغل على operating system مختلفة، تشتغل على كمبيوترات مختلفة، تشتغل على موبايلز مختلفة. فهذا الإشي بيتعب المبرمج لأنه لازم يأخذ بعين الاعتبار كل هاي الأشياء. فالسيستمز are required to operate as a distributed system across networks that include different types of computer and mobile devices. كمان السوفتوير غالباً بيكون جزء من منظومة، بيكون ممكن يكون السيستم أصلاً عندك سوفتوير مع هاردوير، وممكن يكون السوفتوير تبعك بتفاعل مع أنظمة أخرى، فلازم هاي الأشياء زي ما حكيت لكم تتخذ بعين الاعتبار. زي مثلاً نظام الجامعة عندنا، في عندنا ويب أبليكيشن، في عندنا موبايل أبليكيشن، في عندنا داتابيس سيرفر، فهذه أطراف مختلفة كلها بدها تتعامل مع بعض عشان بالآخر كل يوزر يحقق المطلوب. أوكي، في عندي البزنس and social change اللي هي التغيرات الاقتصادية والمجتمعية. طبعاً التغيرات اللي بتيجي على السوفتوير ممكن تيجي من مكانين، ممكن تيجي من
الزبون نفسه، هذه حكيناها internal من الزبون نفسه. ممكن تيجي من أشي external اللي هو إنه يصير في تغييرات من قبل المؤسسة أو الإطار العام، بمعنى ممكن تتغير قوانين الشركة، لوائح الشركة، قوانين البلد، فالسوفت وير يحتاج لنوع من الكستمايزيشن. مثلا على سبيل المثال إنه في بعض البلدان بيكون مسموح فيها مثلا نوع من أنواع السوفت وير إنه الناس تشتغل عليه، زي المضاربات اللي على النت والشغلات هاي والفلوس الطالعة والنازلة. ممكن بعد فترة إنه يشيلوا يونت منه تتناسب مع الدولة اللي هو موجود فيها، إنه هل حرام هذا الجزئية حلال، بتسمعوا بالشغلات هاي كتير. فالبزنس and society are changing incredibly quickly and emerging economics develop and the new technologies become available. طبعا كتير بيصير في تغيرات في الاجتماع في المجتمع في الاقتصاد، أشياء تكنولوجيات بتطلع جديدة، فلازم السوفت وير يكون قادر على إنه يتغير عشان يتجاوب مع التغيرات الجديدة. Security and trust، طبعا كلنا بدنا تكون بياناتنا في مكان آمن ومكان موثوق، فالسوفت وير بهمني يكون secure وtrustworthy. هلأ الكلاود كومبيوتينج يمكن كلكم تتعاملوا معها حتى بدون ما تعرفوا، اللي هي الحوسبة أو الحوسبة السحابية بالعربي. هلأ هاي بتكون عبارة عن سيرفيس أو هاردوير أو سوفتوير موجود على النت، مش موجود، مش يعني أنت مش ماسكه بإيدك، يعني مش إلك، مش ملكك، مش أنت شريه حتى لو هاردوير. فهذا السيرفيس بتكون موجودة على النت وانت بتتلقاها او بتستخدمها، زي مثلا الايميلز اللي من مايكروسوفت او من جوجل. انت مجرد تفتح بتبعت ايميل، بتشوف المستلم، مش عارف الانبوكس، بتشوف whatever. كل بياناتك، كل رسائلك، كل شغلك مخزن على external storage، انت مالكش علاقة اصلا فيه. فهل أنت واثق بهذا الجهة اللي أنت حاطط بياناتك عندها ولا لا؟ فمن هنا بتجي الترستورثي، إنه أنت بدك السوفتوير أو حتى لو أنت مستخدم سوفتوير من ناس تانية، بدك تكون متأكد إنه سكيور وترست. لسكيل سوفتوير has to be developed across a wide range of scales. طبعا تختلف يعني انواع السوفتوير من السمول امبيدد سيستم ان بورتابل اور ويربل ديفايس ثرو ذا انترنت سكيل كلاود بيس سيستم ذات سيرف ا جلوبال كوميونيتي. في يعني مجالها واسع السوفت وير انجينيرينج او السوفت وير، انه انت ممكن برنامجك يكون اشي صغير، ممكن يكون لأ سنسورز مركبة على جسم الانسان بدها تاخذ قراءات، ممكن يكون ويب سايت، ممكن زي ما حكيت لكم يستخدم الكلاود كومبيوتينج. فهاي الاشيز لازم تتخذ بعين الاعتبار عن تصميم اي سوفت وير. اوكي، السوفتوير engineering diversity، الاختلاف أو التنوع. طبعاً في عندي different types of software systems and there is no universal set of software techniques that is applicable to all of these. أنواع مختلفة من السوفتوير، لكن أنا ما بقدرش أستخدم معها نفس التولز، نفس التكنيكس، نفس الميثودز. كل سوفتوير وإله ما يناسبه. فالسوفتوير انجينيرينج ميثودز، الطرق أو المنهجيات والتولز used depend on the type of the application being developed.
وما بعرف إذا أخذتوا أنواع المودلز ولا لا، حتكتشفوا إنه كل موديل بيستخدم مع نوع من أنواع السوفتوير. عندي أنواع كثيرة من السوفتوير، ما في لهم قالب واحد أحطهم فيه. كل نوع بيكون له ميثود، ميثودولوجي، تول، تكنيك بدي أشتغل عليها أثناء تنفيذه. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله بنكمل المحاضرة القادمة.